والآن نتوقف مع جولة اقتصادية لأبرز أخبار المال والأعمال نستعرضها في التقرير التالي. تحت رعاية سفيرة رواد الأعمال في المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار أفنان الزياني، افتتح رسميا مشروع مصنع العصائر الصحية في مركز البحرين للصناعات الناشئة بمنطقة الحد، وذلك بتنظيم من المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة اليونيدو. الزياني أكد ضرورة التركيز على ريادة الأعمال كمحرك أساس للنمو الاقتصادي والتمكين الاقتصادي للمرأة، فيما استعرض الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار استعرض الإنجازات التي تحققت في مجال ريادة الأعمال من خلال النموذج البحريني. اليوم نجتمع لنحتفل برائد ورائدة أعمال متميزين بحرينيين، شباب يمثلون النموذج الحي للشباب البحريني اللي يتعاون مع بعض لتحقيق أحلامهم بما في مصلحة مملكة البحرين. نتمنى لهم كل التوفيق اليوم معانا نحتفل به حسين كاظم وسنية جميل عبد العال في مشروعهم Perfectly Pressed اللي يوفر العصائر وبدائل الحليب الصحية كلها من مكونات صحية عالية الجودة. نحن في البحرين نعمل أن البحرين تكون مركز إقليمي للصحة والعافية، وننظر للصحة والعافية بجانبيه هو التغذية والغذاء والأنشطة الرياضية. اليوم منتجات Perfectly Pressed دخلت السوق بقوة، ويمكن هو أول مصنع نسائي يمكن في منطقة الخليج أنه يصنع هذه العصائر الطبيعية بشكل كامل، وطبعا لأنه الحين أيضا في تحول في طريقة الغذاء. بالنيابة عن جمعية سيدات الأعمال البحرينية، احنا اليوم فخورين جدا بالأخت سنية عبد العال، فخر لنا أن رائدة أعمال تطلع من تدريب اليونيدو في البحرين الأمم المتحدة مكتب الاستثماري، واحنا دائما متعاونين كجمعية مع اليونيدو في تطوير المرأة البحرينية أو رائدة العمل البحرينية. احنا جدا فخورين أن احنا نحتفل بسنتنا الأولى، وحاليا اليوم هو يوم التدشين للمصنع، وأحب أن أقول أن أنا جدا فخورة أن الشعب البحريني الموجودين معنا اليوم هم ناس متطلعين إلى صحتهم ويحثون أن يختارون منتجاتنا الصحية. أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أنه سيتم إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، مع استمرار التعامل بالريال الورقي من الإصدارات السابقة المتداولة حاليا جنبا إلى جنب مع الريال المعدني، حيث سيتم سحبه من التداول وفق خطة زمنية محددة ومعدة لذلك. داهمت ميليشيات الحوثي الإيرانية البنوك ومحل الصرافة في العاصمة صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرتها، وذلك على خلفية تداولها أوراقا نقدية جديدة صادرة عن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن الحوثيين أغلقوا فرعا لأحد المصارف المتعاملة بالأوراق النقدية الشرعية في شارع خولان بصنعاء، وصادرت ملايين الريالات من الأوراق النقدية الجديدة فئتي 1500 ريال. سجلت العملات الإلكترونية تراجعاً ملحوظاً خلال آخر التعاملات، ليصل إجمالي الخسائر إلى 70 مليار دولار في 3 أيام، مع استمرار هبوط عملة البيتكوين دون مستوى 8000 دولار أمريكي. وانخفضت القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية إلى مستوى 325 مليار دولار، وخلال آخر التعاملات عمقت عملة البيتكوين العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية خسائرها لتفقد 5.7% وتسجل حاجز 7442 دولارا أمريكيا. في الصين عقد منتدى المحافظين الصيني الأمريكي بمشاركة أكثر من 350 ممثلا من كلا البلدين، ترافق الحدث مع عقد سلسلة من المحادثات حول التجارة والاستثمار والتنمية والاقتصاد المبتكر
ويعقد المؤتمر بالتزامن مع ما بدا توافقا أمريكيا صينيا على عدم خوض حرب تجارية والامتناع عن فرض أي رسوم جمركية بين كلا البلدين.